أنا في رأيي إنه من أجمل وأبدع وأحلى الأصوات المصرية، وتحديداً اللي غنت أشعار رحمة الله عليه يا رب أستاذ سيد حجاب، هو نجمنا الكبير مطربنا المهول أستاذ محمد الحلو، اللي منورني ومشرفني على التليفون. إزاي حضرتك يا فندم؟ حبيبي يا يوسف يا قمر. إزاي حضرتك يا أستاذ محمد؟ أنا بحبك حب والله العظيم لا تتصوره. وأنا كمان يا حبيبي والله. يا رب يخليك يا أستاذ محمد. ده كل الناس أهو، كل زمايلي عمرو زكريا المخرج وكل الكنترول بيقولوا مش أنت بس يا يوسف، كلنا بنحب الأستاذ محمد. سلم لي عليهم كلهم. يوصل لحد ما تنورنا بإذن الله، كمان هم هينزلوا كلهم أكيد هيهجموا تصوير وسلامات وهيبقوا فرحانين جدا بإذن الله. إن شاء الله يا حبيبي إن شاء الله. أستاذ محمد، يعني مهم عندنا إن إحنا نعرف عن إنه مشاركتك في هذه الحفلات امتى؟ سأني حفلات امبارح؟ حفلات ليالي المصرية السعودية او السعودية المصرية. احنا بدأنا امبارح حفلة. انا كنت معزوم. ايوه. يعني جالي دعوة من معالي المستشار تركي آل الشيخ شخصيا، يعني جميل، هو بيحبنا على فكرة وبيحب الفن المصري جدا. واضح جدا. واضح. يعني لو شفت امبارح الفنانين المصريين قد ايه، تعرف هو بيحب مصر قد ايه. وطبعا مش هو بس، القيادة كمان. صحيح. صحيح. فكان امبارح كان كرنفال سعودي مصري بجد بجد. نظام احترام في المقابلة، كل واحد بكرسي، الكرسي بتاعه معروف فين، وبعتين لك قبل ما تيجي هو فين الكرسي بتاعك فين، وتخش تلاقي بقى أولاد شباب بنات وولاد يعني ياخدوك لحد الكرسي بتاعك، وحاجة محترمة. حاجة جميلة. جدا. هو واضح جدا ده، يعني واضح في الحفلات اللي بتتعمل هنا في القاهرة واللي بدأت امبارح، واضح جدا في الحفلات اللي بتتعمل في الرياض، واضح جدا حتى من حجم صداقات المستشار التركي مع الفنانين والمبدعين المصريين واهتمامه بالفن المصري وبالإبداع الفني المصري، محدش يقدر ينكر ده على الإطلاق. طيب الحفلات الجاية أستاذ محمد هيشارك فيها ولا لأ بقى؟ ان شاء الله لو الله. في لو قالوا لي ان شاء الله. لما اكيد هيقولوا هو احنا نستغنى ازاي يعني. انا عملت في جدة حفلتين. طبعا يعني حاجة محترمة، احترام كبير يعني، والجمهور هناك كان يعني بيحبنا جدا والله العظيم. ده حقيقي. احتفاء واحتفال بينا وحاجة يعني جميلة. وفي شركة اسمها بنش مارك. ايوه. دول ناس محترمة جدا جدا، من أول ما تنزل من الطيارة بياخدوك من باب جانبي كده على العربيات على برة على الأوتيل، مالكش دعوة بحاجة، لا بشنط ولا كلام فاضي. ده كل شيء متنظم. طيب متنظم. أرجع بقى على المشروعات الجديدة لأستاذ محمد الحلو. طب أنا قبليها عايز أقول لك حاجة. قولي. امبارح جالي إحساس وانا قاعد في الحفله. ايوه. ريح قلبي كده، ان دي امبارح كان في رساله انا شفتها. ايه هي رساله؟ ان الـ 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 الناس اللي هي الوحشه جدا دي، اللي ما بيحبوناش ولا بيحبوا السعوديه وبيوقعوا، واللجان اللي انت عارفها بقى يوسف. ها. ايوه. يتبطوا، لازم الناس دي تتبط. دي رسالة امبارح لما جت صورة الملك سلمان وفخامة الرئيس السيسي. ايوه. احنا كان في طبعا في تسقيف مرعب لمدة 5 دقايق. صحيح. صحيح. فدي رسالة مهمة جدا انا شفتها، وغالبا كل الفنانين شافوها اكيد. مفيش حد هيعرف يضرب اسفين ما بين العلاقات المصريه والعلاقات العربيه كلها.
كلها مش هيعرف، محدش هيعرف يضرب اسفين. في ناس بتحاول تستفيد من ضرب هذه الاسفين وتخلق خلافات وتطلق شائعات، وعلينا جميعا ان احنا نتصدى لكل هذه الامور لانها الحقيقه من السخائم غير المطلوبه. وانا عايز اقول لهم اتبطوا بقى. يتبطوا جدا طبعا، واللي مش هيتبط احنا اللي هنبططه. قول لي بقى على المشروعات الجديده يا فندم. ان شاء الله بعمل مشروع كده، عايز اعمل مسرحيه اللي هي غزل البنات. الله، غزل البنات، غزل البنات بتاعت نجيب الريحاني. نجيب الريحاني. الله، انا هبقى نجيب الريحاني، بس بدور على البنت اللي هي ليلى مراد، مطربه طبعا. طبعا. اه طب ومين اللي هيعمل المشهد بتاع الاستاذ محمد عبد الوهاب؟ انا برضو. هتبقى نجيب الريحاني ومحمد عبد الوهاب مع بعض؟ هي هتبقى اخر غنوه. هو اللي بيغنيها نجيب. جميل. مش هتبقى عبد الوهاب. طيب، وهل بدا كتابه المشروع ده ولا لسه؟ اتكتب كله. مين اللي كتب؟ بس مخرج في اسكندريه اسمه وليد جابر. جميل. جميل. عامله حلو قوي. هو اللي كتب وهو اللي هيخرج. وهو المخرج. جميل جدا. الموسيقى مين هيعملها؟ الاستاذ امير عبد المجيد. الله. مين هيكتب الاشعار والاغاني الرائعه؟ ممكن يبقى امير طعيمه. حلو. وهيبقى كذا حد، ممكن امير وممكن يعني تامر حسين وممكن يعني وممكن ايمن بهجت قمر. طبعا طبعا، يبقى شيء جميل. كل دول اصحابنا يعني. طبعا 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 طبعا. ولادنا كمان. وحضرتك اصلك حبيبي الكل يا استاذ محمد. الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. احنا بنشكرك على المكالمه، وفي انتظار المسرحيه، وفي انتظار كل جديد، وفي انتظارك تنورنا كده في الاستوديو، تسعدنا وتبهجنا وتشرفنا يا استاذ محمد. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله. ربنا يخليك مطربنا ونجمنا الكبير جدا استاذ محمد الحلو.